كيف أجمع بين دروس الجامعة ودروس الحرم؟ How do we study in جامعة and in حرم together at the same time? سبحان الله، دروس الحرم بإذن الله تكون سبب بأن تتفوق في الجامعة أصلا. شيخ حسين، إن شاء الله the classes in حرم are actually going to help you to be a better student in the جامعة. أنت الآن أين؟ في الشعبة صح؟ أغلبكم في الشعبة. All of you are in Arabic language. إيه نعم. طيب كيف تمشي في الشعبة؟ لازم تطبق اللغة العربية في الحرم، هذا يساعدك تتعلم العلم، تدرس، تأخذ الأصول المتون، أي شيء في الجامعة يكون سهل عليك. So anything you learn in the حرم can help you in معهد as well. فما في تعارض بين حرم والجامعة أبدا، بالعكس الحرم يفتح لك كل أبواب الجامعة بإذن الله المغلق. الحرم will open for you every single door of جامعة that's close to you. بإذن الله. بإذن الله. نعم.